غد. ليبيا لنحلم بأكلنا ونحبها. وإما استعد أيها الليبيين للدخول في مواجهات وتقسيم ليبيا قطعة قطعة والدخول في حرب أهلية، وتنسوا في حاجة اسمها بترول، تنسوا في حاجة اسمها غاز، سيتم تدمير البلد بالغاز والنفط، وتدخل الشيء في فوضى، وسيتم مهاجمة زي ما حصل الآن في برقة، سيحصل في كل مكان في ليبيا. وأبنائكم تنسوا تعليمهم وصحتهم، لأن اليوم اللي صاير في برقة، في البيضة، في شحات، في بنغازي، شيء محزن جدا يا أخي. هذا من الشرق والغرب، احنا أنا أمي من الشرق، أبوي من الوسط، ولكن أكثر من نص سكان بنغازي هم أصولهم من منطقة غربية. كيف أنتم، أنا مخاطب الناس اللي عايشين في المنطقة الشرقية وخاصة بنغازي، اللي أصولهم من زليت ومصراتة وطرابلس، كيف بعدين بتزور ليبيا تاخذ طرابلس تاخذ تأشيرة؟ تبغوا ترجعوا التأشيرات؟ مرتك في بنغازي وأنت في طرابلس، ما عادش تجي بعضكم. استعدوا من تو 10 سنوات ما حد يقدر يزور حد. هنبدا زي كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، هتشتت العائلات، ستقسم، تقعد تشوف في مرتك واختك وامك من وراء حاجز زي ما حصل في كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. الموضوع يا اخوان مش بس سوريا، تظنوا انتم احنا الليبيين على مدى 10 سنوات في تزاور، في تصاهر، في انتزاج، بزجر بعض. هذا امه من الغرب، هذا ابوه من الشرق، هذا متجوز بالشرق واخذ بالغرب، هذا واحد بنغازي اصلا من مصراته، اصلا بن وليد. احنا شعب بالدخل، لما يصير التقسيم هناك بالتأشيرات، نبغى تقعد بال10 أيام من شهر سنة في التأشيرة مش تدخل لطرابلس. إذا ما اتفقناش على السيناريو الأول، سنكون جاهزين للسيناريو الثاني. أيضا أنا اتصل بي وزير خارجية بريطانيا وسألني على وضعنا. نحب نقول لكم أيضا استعدوا، مش فقط لهذا، استعدوا للاستعمار. جاكم الاستعمار، هيرجع الاستعمار الغربي، هيرجع الاوروبي والامريكان، سيدخل ليبيا عنوة. هل فكرتم ان اوروبا والحلف الاطلسي والولايات المتحده الامريكيه هتقبل به امارات هي في يومين اصبح عندها امارتين اسلاميات، بعد شهر يكون عندها 15، هيقبل باماره اسلاميه في حوض البحر الابيض المتوسط؟ هم قبلوهاش في الصومال ولم يقبلوها في افغانستان وحاربوها في اخر العالم، تبوا يقبلوها في ليبيا؟ نص ساعة على القاعدة الأمريكية الفكرية، ساعة من هنا لإيطاليا، في وسط البحر الأبيض الوسط، من كونه إمارات إسلامية وما هي الإسلامية؟ تفكروا أن الأوروبيين والعالم مش هيدخل؟ أنا مبشركم، جاياتكم الأساطير الأمريكية والأوروبية وسيحتلوكم عنوة، وسيقضوا على هذه كل فوضى. الغرب وأوروبا وأمريكا لن يسمحوا بإقامة إمارات إسلامية في ليبيا بالوضع الحالي، يمسكوها مجموعة من البلطجية ومجموعة من الإرهابيين والمجرمين. أوروبا والغرب وأمريكا لن يسمح أن النفط في ليبيا يريح. الغرب لن يسمح أن تكون في فوضى في ليبيا تؤدي إلى تصدير الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمخدرات إلى أوروبا. الفوضى تحت ليبيا لن يسمح بها العالم، سيتدخل ووقفها ويحط تحت وصاية.